السيسي يصل يوكوهاما للمشاركة في مؤتمر تيكات. التنظيم والإدارة تؤكد أن تعيين حامل الماجستير والدكتوراه سيتم بنظام المسابقات. والقومي لحقوق الإنسان يعلن تنظيم المؤتمر 13 لمنظمات المجتمع المدني. تابعونا. أهلا بكم. أعلنت حركة حماس الثلاثاء أن وفدا من قيادة الحركة وصل إلى القاهرة أمس لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن الوفد الذي يترأسه عضو المكتب السياسي روحي مشتهى سيلتقي بمسؤولين مصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني. وأشار برهوم إلى أن الوفد سيبحث أيضا الجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني. حول هذه الزيارة ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب الصحفي عبر الأقمار الصناعية. أستاذ إبراهيم برحب بك معايا في بتوقيت مصر، وتعليقك على هذه الزيارة وأهم الموضوعات التي ستكون على المائدة. باعتقادي هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل الطبيعي بين حركة حماس والقاهرة، وأنها تأتي بعد جولات من التفاهمات والأحداث والمواضيع كان أهمها ملفي المصالحة وأيضا التفاهمات أو التهدئة. وأنا باعتقد أن هذه الزيارة مهمة خصوصا في البعد التنسيقي، فطبيعة الوفد الذي المشكل من حركة حماس هو وفد ليس سياسي بدرجة يعني مركزية باستثناء مسؤول التنسيق مع القاهرة سيد روحي مشتهى، وليس عسكري أيضا للحديث عن قضايا تهم الجانب العسكري، ولكن بعتقد أنه يغلب عليه ضباط تنسيق وضباط أو شخصيات يمكن أن تلعب دورا مهما في التنسيق ما بين القاهرة ومصر. وأنا باعتقادي أن هذا الوفد كان مقرا قبل الأحداث الأخيرة خصوصا التوتر على الجبهتي الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة، ولهذا ذهب البعض أن هذا ذهب البعض وأنا بعتقد أنا لا أوافق هذا أن هذا الوفد له علاقة بالتوتر الأخير خصوصا في الجبهة اللبنانية. لكن يبدو أن الأمور منذ فترة تدور في فلك الزيارات الروتينية التقليدية التي لا تخرج عنها أي مخرجات، يعني تحلحل الأزمات العالقة والقضايا العالقة سواء في الداخل الفلسطيني أو بين فلسطين وإسرائيل. هذا لأن طبيعة الآن المرحلة أنها مرحلة مأزومة إن كان على المسار الفلسطيني الإسرائيلي ومسارات التهدئة والتفاهمات أو المسارات السياسية في عملية السلام، جميعها وصلت إلى طريق مسدود وإلى عقد أظن أنه من الصعب تجاوزها، أو حتى على المسارات الداخلية الفلسطينية مسار المصالحة هناك بات تكلس في عملية المصالحة خصوصا في انكفاء السلطة الفلسطينية وتعزيز الحصار على قطاع غزة. ولهذا أنا بعتقد أن مجرد استمرار العلاقة ما بين القاهرة وحماس هذا يعطيها الكثير من التفاصيل والمتابعات اليومية، خصوصا أن ما بين حماس والقاهرة هناك مواضيع تختلف أو مغايرة عن المواضيع الكبرى أو العناوين الرئيسية كعنوان المصالحة والتفاهمات والتهدئة، وهناك أمور تخص الجوار وبعض التفاصيل الدقيقة على معبر رفح والمسافرين والقادمين وبعض الملاحظات من هنا وهناك. طيب دعني أنقل لك ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط منذ ساعات قليلة بأن مصر، وهو نقلا عن مصادر مصرية لم تسميها، قالت أن مصر هددت حركة حماس بوقف أي أو بوقف يعني توسطها للتهدئة بين حماس وبين إسرائيل في حالة استمرار انطلاق الصواريخ.
من وجهة نظرك هل تعتقد أن هذا التحذير حدث فعلا منطقي؟ لا، أنا بعتقد أن هذا الكلام غير منطقي ونفته حركة حماس بشكل واضح. أيضا هو لا ينسجم مع السياق، لا مع طبيعة الدور المصري ولا طبيعة العلاقة بين حماس ومصر ولا أيضا مع طبيعة الأحداث. وباعتقادي أن مصر تلعب دور أعمق بكثير من أن تكون شرطي أو مناوب عن الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الخبر الذي بث على قناة العربية أيضا وعبر بعض الأذرع الإعلامية السعودية للأسف ويسيء لمصر أكثر من أي شيء آخر. وأعتقد أن حركة حماس لا تقبل أن يكون هناك اشتراطات وتحذيرات بلسان عربي نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي. ومصر أعتقد أيضا أنها ترفض رفضا قاطعا أن تلعب هذا الدور، وهي تلعب دور دائما الوساطة إن كان في ملف المصالحة أو تعزيز الوجود الفلسطيني وليس العكس. طب الآن النقطة التي نقف فيها، أين تقف الوساطة المصرية في الملفين، ملف الداخل الفلسطيني والعلاقات بين حماس والسلطة وملف العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أنا كما قلت سابقا أن الواقع والمرحلة الآن مأزومة إن كان على ملف المصالحة أو على ملف التهدئة. ولهذا الجانب المصري يحافظ على أمرين: أولا إبقاء وساطته ودوره في احتواء المواقف، الأمر الآخر استنفاذ الوقت دون الوصول إلى تأزم كبير وقطيعة نهائية إن كان على مسار المصالحة على الأقل، أو يعني انفجار كبير على مسار الوضع على ما هو الإسرائيلي عليه دون مزيد من التدهور لحين الوصول إلى حلول جذرية للقضايا العالقة. هذا ما يلعب الآن الدور المصري، هو إبقاء دوره وإبقاء رعايته ومتابعته للتفاصيل وعدم الوصول إلى انفجار إن كان على ملف المصالحة أو ملف التهدئة ما بين الاحتلال وما بين قطاع غزة، لأن ذلك يؤثر بشكل مجمل على مسار الواقع الفلسطيني المصري ومسار الدور المصري في المرحلة المقبلة. هل مرتقب خلال الأيام المقبلة يكون في أي تحرك؟ أنت وصفت الواقع الحالي بأنه مأزوم، هل هناك بوادر لوجود حل، لوجود تحريك لهذه القضايا خلال الأيام المقبلة؟ أنا باعتقادي أن الواقع الآن خطير وخطير جدا، خصوصا على الجبهات الشمالية والجنوبية. الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه مستعد الآن وبات أكثر استعدادا لشن عدوان، ولكن حتى اللحظة لا أحد يدرك أين يمكن هذا العدوان أن يتم. ولكن لدى الاحتلال الإسرائيلي الكثير من التعقيدات والحسابات، خصوصا نتنياهو الآن بات في موقف معقد من خلال اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مع ضعف في قطاع غزة، وأيضا مع محاولة فرض سيطرة في سوريا وفي لبنان. ولكن الجميع يدرك أن أي مواجهة قادمة ستكون مكلفة بشكل كبير. ما لم تحدث هذه المواجهة سيبقى الحال على ما هو عليه، فمن الصعب الاحتلال الإسرائيلي فرض إرادته على قطاع غزة بدون مواجهة وبدون انتصار عسكري كبير، وهو يدرك أن هذا الانتصار العسكري غير متحقق. حاول في 2014 ولم ينجح، وأيضا من الصعب إدخال إنجاح مسار في الطرف الموازي إنجاح مسار المصالحة، طالما أن الاحتلال الإسرائيلي يضع فيتو على عدم اكتمال النظام الفلسطيني، وهو يحاول دائما أن يلعب على المتناقضات الفلسطينية الداخلية ويضع فيتو ويضع بعض الضغوطات إن كان على السلطة الفلسطينية أو على غيرها من أجل إبقاء حالة الانقسام الفلسطيني. بالتأكيد أستاذ إبراهيم، تابعت التصريحات الرئيس الأمريكي بالأمس خلال قمة الجي 7 بحضور الرئيس السيسي، والتي تحدث فيها عن إمكانية طرح صفقة القرن مرة أخرى ربما قبل حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. دلالة هذا الطرح في وجود الرئيس المصري اللي هو طرف أساسي في هذه المفاوضات والمباحثات، وهل هناك جديد يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة في هذا الملف، وخصوصا أن المبادرات السابقة يعني لم ترضي أحدا؟ وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية باتت تستخدم مصطلح صفقة القرن كحملة دعائية أكثر من أنها برنامج سياسي حقيقي، وحتى اللحظة لم تنضج
هذه الرؤية، بالإضافة أن الانتخابات الإسرائيلية وعاقد تقدم نتنياهو بشكل ملموس وإعادة انتخابه مرة أخرى عرقل توجه الإدارة الأمريكية لهذه الصفقة، بالإضافة إلى أن لا يوجد حتى اللحظة مسارات محددة، وهناك عرقلة حقيقية للمسار الأمريكي بعدما تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبعدما أعلن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي لم تكن هناك شرعية دولية تحمي هذه القرارات. ولهذا أنا أعتقد أن هناك فرملة للتوجهات الأمريكية غير الواقعية. حتى السلطة الفلسطينية وهي في أضعف وأوهن حالاتها رفضت هذه الصفقة وهذه الرؤية، ولن يجد باعتقادي ترامب أي طرف فلسطيني يقبل أو يتماشى مع هذه الصفقة. ولهذا يبقى استخدام مصطلح الصفقة كحملة دعائية وكرؤية أمريكية بعتقد أنها غير متحققة على أرض الواقع، كرؤية إعلامية أمريكية غير متحققة على أرض الواقع. شكرا جزيلا إبراهيم المدهون الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في مستهل زيارته التي تستمر 3 أيام للمشاركة في قمة مؤتمر طوكيو الدولي 7 لتنمية إفريقيا تيكاد. تعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، ويشكل المؤتمر نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، كما يتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة. دعونا نشاهد بعض المعلومات عن مؤتمر تيكاد ثم نعود لنبدأ الحوار. عبر الهاتف معنا الأستاذ أحمد صقر مدير العمليات بمؤسسة كاكي هاي أفريقيا. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك. يعني بحكم خبرتك باليابان وبحكم خبرتك أيضا بأمور التنمية والاستثمار، إلى أي مدى هذه الزيارة يمكن أن تسفر عن جديد؟ لا تكون مجرد زيارة روتينية يتم التبادل فيها التحيات وما إلى ذلك وتتحول على أرض الواقع إلى أموال إلى استثمارات. هو الأمر يتعلق بلحظة مهمة جدا فيها توجه حقيقي من الحكومة اليابانية لمحاولة يعني استرجاع ما فقدته من التأثير في أفريقيا في مواجهة منافسة يعني اقتصادية وتنموية مع التنين الصيني. الاتكاد بدأت سنة 1993 ومؤتمر معني بشراكة ما بين دولة اليابان ودول أفريقيا معنية بالتنمية، وكانت المفروض بتعقد كل 5 سنين ومؤخرا يعني بدأت تعقد كل 3 سنين. وبدأت كانت الأول بتعقد في اليابان فقط، وحاليا بتعقد بالتناوب مرة كل 3 سنين، مرة في أفريقيا ومرة في اليابان. فالمرة اللي فاتت كانت في نيروبي، وكان في زي التزام ياباني باستثمار ما يقرب من 33 مليار دولار في أفريقيا خلال 3 سنين القادمة. فأعتقد أن المؤتمر الحالي الدورة السابعة هتراجع إذا كان تم الالتزام بهذا ولا لأ. رقم 2، اللحظة الحقيقية اللي احنا معنيين بها كمصريين ان مصر تترأس الاتحاد الافريقي، ده العام اللي احنا نترأس فيه الاتحاد الافريقي. وفي نفس الوقت اليابان يعني كانت بتمارس كده قدر من برامج القوى الناعمة خلال السنين اللي فاتت، ان هي بتستدعي طلبة مصريين كتير
وافارقه من اكثر من 54 بلد، لدرجه ان احنا في اخر 4 سنين في اكثر من 1200 طالب افريقي من كل دول افريقيا راحوا درسوا ماجستير او دكتوراه في اليابان. فاليابان بتحاول ان هي تستفيد من دول ان هم تخلق منهم حاجه اسمها جسر ما بين اليابان وبين افريقيا، تساعد اليابانيه الراغبه في العمل، تساعد البرامج الحكوميه اليابانيه الراغبه في ان هي تبقى تمارس التنميه. فبما ان مصر يعني ترأس الاتحاد الافريقي، فاحنا عندنا فرصه ان احنا مصر تبقى بوابه استثمارات الياباني لافريقيا كلها. فده لازم يعني نبقى مركزين فيه ان هو فرصه لينا. الامر الثاني ان يعني اليابان على مستوى الحكومات بتمارس برامج تنمويه، على مستوى الشركات، شركات كتير يابانيه بتفتح فرص. فعلى مستوى البرامج التنمويه اليابان بتمول المتحف المصري الكبير ومستقبل خلال شهور، ودي واحده من اهم مشاريع اليابان في افريقيا خلال العشر سنين اللي فاتوا المعنيه بالتنميه. واحنا نقدر نقول ان يعني ان شاء الله السياحه المصريه يؤرخ لها قبل المتحف المصري الكبير وبعد المتحف المصري الكبير لو باذن الله قدرنا نستغل الحدث. فيفترض ان حتى رئيس الوزراء الياباني متوقع ان هو يتم دعوته لحضور الافتتاح. انت حضرتك سؤال حضرتك، هل اليابان فعلا جاده في ان هي تستعيد ما فقدته او تلحق ما فقدته في التنميه في افريقيا؟ هتكون منافس للصين على وجه التحديد. هم جادين جدا جادين جدا. انا حتى المؤسسه اللي تم تاسيسها حديثا اسمها كاكي هاشي افريقيا. كاكي هاشي دي معناها الجسر، ودي اطار يعني برعايه حكوميه يابانيه يضم فيه حتى الان 1200 طالب. اسمها كاكي هاشي هاي؟ كاكي هاشي افريكا. كاكي هاشي دي معناها ايه بالعربي؟ الجسر يعني معناها الجسر. تمام يعني فاحنا كاكي هاشي دي اطار هو عايز يستفيد ان في 1200 طالب درسوا ماجستير ودكتوراه ورجعوا بلادهم، بعضهم لا زال في اليابان زي حالتي وحاله كثير من الطلبه الافارقه. فيطلع منها كونسلتنسي فيرم، بيطلع منها فينشر كابيتال بيتم تاسيسه حاليا للاستثمار في الستارت اب اللي في افريقيا. فكل العالم حتى في المؤتمر السابق عندها اول امبارح في الجي 7 كان موجود فيه برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي مشارك. افريقيا جزء مهم جدا مستقبل العالم فيما يخص الاستثمار والتنميه، لان احنا شرق افريقيا بنتكلم عن دول بتحقق جي دي بي 7 و8% في اخر سنين. بنتكلم عن القاره اللي فيها كل الرو ماتيريال، كل المواد الخام. القاره عناصر بشريه، موارد بشريه، كنز يعني كبير جدا بالطاقه البشريه وبالعدد. كان في اجتماعات تحضيريه للتيكاد النهارده، وكان في بعض السايد ايفنتس زي اللي هو الايفنت اللي عملته هيئه التعاون الدولي جايس بالتعاون مع المؤسسه كاكي هاشي افريكا. بكره الاجتماعات الرسميه اللي هيحضرها اكثر من 40 رئيس دوله ورئيس حكومه افريقيه في ترأس مشترك ما بين مصر واليابان غدا ان شاء الله. طيب. المؤتمر طبعا 29 و30. اكيد المصريين اتفرجوا علينا يا احمد، اللي يهمهم ايه الاستفاده اللي ممكن تحققها مصر بشكل مباشر من هذا الموضوع، وازاي تقدر تستغل هذه الرغبه اليابانيه في الاستثمار في افريقيا انها تكون بوابه ومدخل لهذه الاستثمارات وتاخد منها جانب باعتبارها هي اللي عندها الممرات المائيه، هي اللي موجوده في مدخل افريقيا، هي الدوله الاكبر من حيث يعني التاريخ وغيره. ازاي تقدر تستغل مصر هذه الرغبه اليابانيه، هذا هي النيه الجاده اليابانيه في ان هي تحقق اقصى استفاده ممكنه من ذلك؟ في مسارين احنا يعني اظن ان احنا المفروض يعني نشتغل عليهم بشكل جاد وامين. المسار الاول ان احنا بما ان احنا نترأس الاتحاد الافريقي، فاحنا يهمنا ان احنا يعني نعمل جهد امين في ان احنا نوصل الشركات الياباني والجهود اليابانيه بدول افريقيه عديده جدا، ويحسوا بتاثير المكون المصري بتسهيل تنفيذ الاعمال. ده الجزء اللي احنا لازم نقومه باتفاقنا ان احنا نترأس الاتحاد الافريقي. الجزء الثاني في اتفاقيه تجاره حره بتم تفعيلها دلوقتي في افريقيا. فاحنا لازم نستفيد ان احنا نبقى الجيت الاسهل او البوابه الاسهل لعبور الاستثمارات اليابانيه لكل افريقيا. يعني لو في مصانع، لو في شركات حابه تشتغل تنقل منتجات او تجيب منتجات من افريقيا لليابان، لازم نفكر ايه الباب او ايه المساحه اللي محتاجين ان احنا نملاها علشان نسهل الاعمال على مستوى من الحكومه لحكومه، او من حكومه لبزنس، او من بزنس لحكومه، اللي هو الجي بي او جي تو بي او بي تو بي. فدول الثلاثه كاتيجوري. طبعا احنا محتاجين مكاتب التمثيل التجاري تشتغل بشكل فاعل، محتاجين نعظم من اهميه السياحه، سياحه الاعمال اللي هو بيبقى بنستهدف مجموعه من السياح رجال الاعمال، هو جاي مش عشان يتفرج بس على الاثار، هو جاي عشان يقابل مستثمرين، يقابل افكار، يقابل ستارت اب. ده فاشن او حاجه جديده بدات تظهر قطاع السياحه. اعتقد ان احنا معنيين ان احنا نروج ليه، نجيب اكثر عدد من المستثمرين اليابانيين يتعرفوا على الافكار اللي موجوده في عقول الشباب الافريقي، لان احنا فعلا في ستارت اب، في شركات افريقيه ناشئه. مش لازم تبقى الفايده من اليابان على مستوى ان هم هيعملوا لنا حاجه بمليونز او بليونز اوف دولار بحجم المتحف المصري الكبير، لكن على مستوى حتى القطاع الاس ام ايز، الشركات المتوسطه الصغيره، في فرص لا نهائيه.
شركات كتيره يابانيه نفسها تيجي الماركت في افريقيا مش عارفه، وشركات كتيره جدا في افريقيا عندها منتجات تنفع في السوق الياباني ومش عارفه تبعتها. دور مصر هنا ان احنا نبقى يعني المسهل او المحفز لان الحاجات دي كلها تتحقق باذن الله. البعد المكاني، البعد يعني ما بين مصر او ما بين افريقيا بشكل عام وما بين اليابان، هل ليه عامل وازاي يتم التغلب عليه؟ بص، هو مفيش بعد، العالم دلوقتي بقى قريه صغيره، يعني هو البعد المكاني او هو في الاخر يعني انت ده ما كانش عائق مثلا في حركه التجاره العالميه، او مثلا احنا دلوقتي في اتفاقيات جديده مثلا الاندو باسيفيك، في اتفاقيه اليابان اللي هي الوان بيلت وان رود. كل العالم فكر في المستقبل، فانت اتفاقيه وان بيلت وان رود دي الصين بتبني مواني وبتعمل خطوط وعايزه تعمل العالم ده كله بالنسبه لها حزام واحد. في مقابل اليابان عندها اتفاقيه اخرى اسمها الاندو باسيفيك، شايفه ان المحيط الهندي ده مش مجرد المحيط الهندي، وان امتداده الحقيقي هو الشرق الاوسط وافريقيا، ويعني يعني يعني المساحه دي كلها كده هم عايزين يعني تبقى كونكتد في التنميه وفي الاعمال وما الى ذلك. فهتلاقي كل تجمع من الدول عندهم مصالح مشتركه قادرين ان هم يمارسوا دوت. فانا البعد المكاني عمره ما هيكون عائق ان احنا نبعت يعني مواد خام او مواد عليها قيمه مضافه الى الاسواق اليابانيه، او ان احنا نجيب نو هاو او نجيب منتجات من السوق الياباني، او نجيب فورن دايركت انفستمنت استثمار اجنبي من اليابان. ده ما عادش عائق، بل بالعكس هو ممكن يكون اكسكيوز او مبرر لعدم تحقيق الاهداف. لكن هو طب امال ايه اللي معطل بقى؟ يعني ال- ال- الاستثمارات المباشره اليابانيه في مصر مش بالحجم الكبير، السياحه حتى اليابانيه الى مصر برضو مش بالحجم الكبير، ايه اللي معطل ان يكون في تبادل ويعني بشكل افضل؟ بص، هو طبعا السياحه اليابانيه الحمد لله بتعود بمعدلات مضطرده، يعني الاول كان ما فيش اصلا، الطياره نفسها كانت اتلغت، الطياره المباشره دلوقتي بقت رحله، وبعدين دلوقتي بقت رحلتين، ومن نوفمبر القادم هتبقى 3 رحلات. فده مؤشر على ان السياحه اليابانيه بتعود لحد ما تعود لمعدلاتها السابقه وتفوقها كمان. لكن على مستوى بقى تنفيذ الاعمال، بص انا من واقع يعني خبرتي المتواضعه في ان انا عشت وسط المجتمع الياباني، وانا بمارس الاعمال في بلدي وفي محيطي اللي انا يعني جاي منه، هو طبعا في جاب مرتبط بالبيزنس ايثكس او يعني طريقه اداره الاعمال يعني اللي موجوده في اليابان او اللي موجوده في منطقتنا. فده بيخلق قدر من الجاب. انا شايف ان هم استثمارهم في الطلبه الافارقه، ان هم يجوا يعيشوا في اليابان فيفهموا الشخصيه اليابانيه وطريقه اداره الاعمال الياباني، ويعرفوا اللغه اليابانيه، لان برضو كل لغه بارير، لان اللغه مرتبطه بالتفاوض في البيزنس. فهم لو مش بيجيدوا الانجليزي هنا عندك حد ما بيجيدش اليابانيه، ففرص حدوث البيزنس بتبقى صعبه، فهم محتاجين نتعامل مع البارير دي او نتعامل مع العوائق دي كلها. لكن انا متفائل بصراحه بشكل شخصي، لان انا شايف ان التوجه حقيقي وامين من الحكومه اليابانيه، حاطين ايفورت، حاطين خطط طويله الاجل، وفاضل كمان ان احنا كمان يبقى عندنا الفيجن بتاعتنا كافريقيا. يعني ده مؤتمر عاملاه اليابان للتنميه في افريقيا، احنا بقى كافريقيا كتجاره بينيه، حتى احنا على مستوى الطلبه الافارقه ال 1200 طالب اللي عايشين في اليابان، ماشي احنا بنتعامل مع الحكومه اليابانيه، بس احنا بينا ك 1200 طالب، انا ببقى حريص على مد الكسور مع زميلي الاثيوبي وزميلي اللي من كينيا وزميلي اللي من جنوب افريقيا، علشان يوم الايام وجودنا مع بعض في اليابان وارد جدا يحقق فايده خالصه لينا في دولنا بينا وبين بعض في افريقيا. دي فرصه صحيح. لازم ان احنا برضه نتنبه ليها يعني. طيب التصدير، لو انا اليابان وموجود وعايز اوصل منتجاتي واوصل خدماتي لافريقيا، اكيد اكون محتاج مكان في النص اعمل فيه مصانع، اعمل فيه فروع للحاجات الرئيسيه بتاعتي. ليه ده ما بيحصلش، وليه ده ما بيحصلش في مصر تحديدا بشكل جيد، باعتبارها زي ما قلنا ممكن تكون هي المدخل الرئيسي لافريقيا والمورد الرئيسي ليها؟ بص، هو مصر هتفضل وتظل عندها مدخل للعالم كله، اللي هو محور قناه السويس او الكوريدور في قناه السويس. فكون ان احنا يعني مش قادرين ان احنا عندنا منتج جيد جدا مش قادرين نبيعه في المكان الصحيح بالطريقه الصحيحه في الوقت الصحيح، فاحنا محتاجين نسال انفسنا. لكن هو انت عندك مثلا التعويم اللي حصل في العمله ده خلى السوق جاذب جدا للتصدير، خلى سعر العماله، ان انا شخصيا بتعامل مع بعض المصانع الياباني بتفكر بشكل جاد ان هي تنقل المصنع من الصين لمصر، بسبب ان هو تكلفه التصنيع وتكلفه التجميع في اليابان عاليه جدا بسبب ارتفاع المستوى الاقتصادي في الصين. يعني هم كان عندهم مصنع في الصين، بس التكلفه بقت بكل مدى بتعلى على مستوى الايد العامله، على مستوى اليوتيليتيز، الكهرباء والميه والايجارات كل الحاجات دي كلها بقت المستثمر الكبير بيفكر فيها مره ثانيه في الصين. ومصر وفيتنام والمغرب هم الثلاث اسواق دايما اللي انا بسمع المقارنه بينهم. فانا اتمنى ان دايما مصر تبقى رقم واحد، لان احنا عندنا بس يعني شويه تفاصيل كده صغيره لو اتحلت تحفيز الاعمال يعني محور قناه السويس ده هيجيب مصانع ياباني كتيره وغير اليابانيه، يعني هيجيب مصانع من كل العالم، لان ده مش بوابه افريقيا، ده بوابه العالم. صحيح. بس احنا لسه ما شغلناهوش يعني بالشكل اللي اتمنى ده يحصل في اسرع وقت ممكن. بشكرك شكرا جزيلا احمد صقر، مدير العمليات بمؤسسه
كاكي هاشي في أفريقيا. شكرا جزيلا. نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تردد عن اشتراط الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتعيين أي من حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أن كل ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة. كما نفى الجهاز في بيان صحفي وجود أزمة بينه وبين حملة الماجستير والدكتوراه على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، وقال إن التعيين في تلك الوظائف يكون بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المعني بالخدمة المدنية على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان. معنا على الهاتف محمد صبري، منسق حملة طلبة الماجستير والدكتوراه. برحب بك استاذ محمد. استاذ محمد، طيب واضح انه فقدنا الاتصال بيه لحد ما يرجع لنا الاستاذ محمد. كنا بنتكلم عن حملة الماجستير والدكتوراه، والحقيقة انه من الوقت للتاني بتظهر هذه المشكلة من جديد، أن الدولة بها عدد كبير من حملة الماجستير، من حملة الدكتوراه في تخصصات مهمة وضرورية جدا ويمكن الاستفادة منها، لكن الاستفادة من هذه الخبرات ومن هؤلاء من يحملون الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات ليست بالقدر الكافي. كان هناك أكثر من محاولة لتحقيق هذه الاستفادة، أكثر من مظاهرة عقدها أو يعني وقفة احتجاجية عقدها وقام بها حملة الماجستير والدكتوراه، لكن في كل مرة لم تكن الاستفادة تتحقق. تكون هناك بعض الوعود، بعض الإرجاءات، بعض الحديث عن ما سيكون في المستقبل بأنه أفضل، لكن على أرض الواقع لم يكن هناك كثير من التحسن، وهو ما يعطي المجال لخروج شائعات من هذا النوع. هذا الكلام لم يكن شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى، لكنه كان خبر نشر في مواقع إخبارية عديدة، وهو اشتراط الحصول على موافقة رئيس الوزراء بنفسه لتعيين أحد حملة الماجستير والدكتوراه، وهو كلام كان غريب جدا، وهو ما يعني حسنا فعل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن خرج بنفي سريع، لأن الموضوع كان يعني أثار كثير من اللغط بين صفوف حملة الماجستير والدكتوراه. للأسف مش قادرين نتواصل مرة أخرى مع الأستاذ محمد صبري، أكيد هنتابع الموضوع في الأيام المقبلة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السنوي 13 لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان حقوق الإنسان ركيزة التنمية المستدامة، وذلك يومي 4 و5 من سبتمبر المقبل. يهدف الملتقى لاستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية، والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازه من التوصيات والمقترحات السابقة، ويناقش عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان. حول هذا الموضوع نرحب عبر الأقمار الصناعية بالسيد شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقد وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ حافظ، خلينا نبدأ مع حضرتك بسؤال حول هذا الملتقى يعني المهم. إيه أهم المواضيع اللي هتكون مطروحة للنقاش؟ مين الجهات المدعوة وإيه المنتظر أن يخرج منه؟ هذا اللقاء في الحقيقة هو سنوي، ويمكن السنة اللي فاتت واللي قبلها كان الموضوع الرئيسي اللي كان بيتناقش كان قانون الجامعات الأهلية، باعتباره كان الأزمة القانون الأزمة اللي هو القانون 70، وكان في توصيات محددة بإعادة النظر في هذا القانون وتعديله. الآن نحن عندنا موضوعين مهمين. الموضوع الأول هو موضوع قانون الجامعات الأهلية والحوار حول اللائحة التنفيذية، لأنه اللائحة التنفيذية هتلعب دور كبير جدا في إما أن القانون يطبق بشكل سهل وييسر العمل الأهلي فعلا، أو أنها تؤدي إلى يعني تعقيدات في تنفيذ القانون، وبالتالي يعني التعديل اللي تم ما يحققش المرجو منه أنه يسهل عمل الجامعات الأهلية. النقطة الثانية وهي استعراض التقرير الدوري
الخاص بمصر. عندنا في تقرير هتقدمه الحكومه او قدمته فعلا الحكومه والان يمكن مناقشته، المراجعه الدوريه تقصد الملف مصر يعني؟ اللي هو الملف اللي هو تقرير المراجعه الدوريه الشامله اللي بيقدم ملف مصر. الحكومه مقدمه مشروع تقرير، والمجلس القومي مقدم تقرير، وبعض المنظمات منها المنظمه المصريه وبعض المنظمات الاخرى مقدمه تقارير اخرى. وبالتالي هنناقش، هنستعرض التقرير الحكومي، ولو في نقاط محدده للمجتمع المدني مهم. ودي توصيه من توصيات الامم المتحده انه اشراك المجتمع المدني في مناقشه التقرير الدوري الشامل للحكومه وتلقي توصيات من المجتمع المدني. النقطه الثالثه هو فكره التنميه المستدامه. خطه التنميه المستدامه احنا عارفين انها اهداف التنميه المستدامه هي اهداف الامم المتحده، وكل دوله عملت يعني خطه تنميه مستدامه خاصه بيها. وبالتالي ايضا عشان كده ده العنوان الرئيسي اللي مطروح فيه بقى اللي ممكن تلعبه المنظمات المجتمع المدني في تحقيق اهداف التنميه، منها طبعا في البند 16 الخاص بحقوق الانسان، وده اللي هيبقى مهم جدا لكثير من المنظمات الشريكه اللي هي من حقوق الانسان. عشان كده الدعوه فيها منظمات حقوق الانسان، منظمات التنميه الاجتماعيه، المنظمات التنمويه بشكل عام، وكافة المنظمات المتخصصة سواء القانونية أو الخاصة بحقوق الطفل أو حقوق المرأة، بحيث إن احنا نعمل طيف واسع من المنظمات هيشارك في هذا المؤتمر. اللي بيبعت الدعوات يعني اللي بيدعي المنظمات اللي تحضر بيكون المجلس نفسه، ولا المنظمات اللي عايزة تحضر بتكون قادرة إن هي تحضر؟ والله يمكن ده حوار حتى على الفيسبوك الآن. المجلس عنده قائمة بالمنظمات اللي بيدعوها بشكل دائم، لكن كمان تلقيت بعض الملاحظات من بعض الزملاء لما أعلنت الخبر ده على صفحتي، قالوا إن في انتقائية في دعوة المنظمات. فقلت أي حد عنده مقترحات بأسماء لمنظمات أو شخصيات يرى دعوتها، أنا أضمن أنه يتم دعوتها بالكامل للمشاركه في اعمال المنتدى. وبالتالي اعتقد مهم جدا ان احنا نضمن حضور مكثف للمنظمات والجمعيات دون اي انتقائيه ودون استبعاد لاي منظمه. كويس جدا. طيب في واضح ان في ازمه ثقه استاذ حافظ بين الحكومه من جهه وبين منظمات المجتمع المدني من جهه اخرى. المجلس القومي لحقوق الانسان باعتباره يعني مفترض يرتبط بعلاقه جيده مع الطرفين، ايه حدود الدور وايه الامكانيه يعني ان المجلس يقوم بدور في تقريب وجهات النظر دي ويزيل حاله عدم الثقه من خلال المؤتمرات اللي من النوع ده من خلال تحركات اخرى؟ لا، في دور مهم جدا يلعبه المجلس القومي، ومش بس الخاص بالمنتدى الخاص بالمنظمات المجتمع المدني، لكن كمان في القضايا الرئيسيه. يعني اقول لحضرتك احنا بنتكلم دائما مع الحكومه في ضروره غلق القضيه 173، وعندنا موقف ثابت منذ بدء التحقيقات فيها بأن هذه القضية في الحقيقة لا تستند إلى أساس قانوني قوي، وإذا أصدرنا قانون جديد للجمعيات يترتب عليه غلق هذه القضية وإعطاء الفرصة لكل المنظمات التي يعني أنشئت ككيان قانوني ليس جمعية وليس مؤسسة أنه يعيد توفيق نفسه، أو أنه هو يعني يكتفي بنشاطه الخاص به مثلا كمكتب محامي أو كذا وما يشتغلش عمل من عمل الجمعيات. وبالتالي لا، ده فرصة أنه المجلس بيدعو الحكومة أنها تغلق هذا الملف تماما وتلغي بقى قرارات المنع من السفر وتلغي تجميد الأصول. وده بنقوله بشكل دايما، بس أنت عارف المجلس القومي مش مهمته انه يطلع بيان، لكن مهمته انه يسعى لدى الحكومه بتقديم الاستشارات وتقديم التوصيات التي تتبنى هذا. فهذا جانب. الجانب الاخر دورنا في قانون الجمعيات نفسه، احنا من اللحظه الاولى تبنينا كل مقترحات المجتمع المدني الخاصه بانه قانون 70 لا يصلح لكي يكون هو القانون المنظم للعمل الاهلي، وبالتالي ظل موقفنا رافض لهذا القانون وقوفا مع المنظمات المجتمع المدني التي رفضت هذا القانون وطالبت بتعديله وتغييره، إلى أن تم تعديله بتوصية من رئيس الجمهورية في لقاء الشباب في شرم الشيخ. فإحنا بالعكس موقفنا مش لازم يكون وسيط، إحنا موقفنا منحاز للمجتمع المدني وداعم للمجتمع المدني. تمام، وضحت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حافظ أبو سعدة المحامي بالنقد وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أنتقل ليك أستاذ شريف هلالي ضيفي عبر الأقمار الصناعية، يعني لو ليك تعليق في البداية على كلام أستاذ حافظ والدور اللي بيقوم بيه المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريب وجهات النظر في دعم منظمات المجتمع المدني بحكم المتاح يعني.
اهلا بيك يا استاذ سامر. طبعا انا بشكر البرنامج، بشكر الاستاذ حافظ. في الحقيقه انا برحب بدور المجلس القومي في اطار انه من المجالس القوميه لحقوق الانسان، على يعني الوسيطه ما بين الدوله وبين المواطن، واحنا شاركنا كمؤسسه في كتير من الانشطه الخاصه بالمجلس لسنوات عديده. لكن في الحقيقه هناك يعني عدد من الملاحظات والاسئله، يعني هل الوقت كافي لتنظيم مثل هذا المؤتمر واختيار موضوع باهميه التنميه المستدامه في 4 و5 سبتمبر القادم، وخاصه احنا كلنا كنا عارفين ان ده كان ميعاد تنظيم مؤتمر اخر للمجلس بالمشاركه مع المفوضيه الدوليه لحقوق الانسان حول التعذيب في المنطقه العربيه، وحينما قررت المفوضيه تاجيل عقد المؤتمر لمكان اخر او توقيت اخر، اختار المجلس انه يعني كان كثير من الحقوق ونشطاء يظنون ان المجلس سوف يعقد، كان في دعوه ان المجلس يعقد مؤتمر حول التعذيب في نفس التوقيت. أيوة. ويدعو لي المنظمات المحليه والعربيه، لكن انا رايي كان ده مهم جدا، وانه كان يضع خطه لمواجهه موضوع التعذيب. مش عايز اخد طبعا على الموضوع، بس انا في تقديري بخرج من ده، هل كان في اعداد كافي لاختيار الموضوع التنميه المستدامه باهميته بمناقشه الخطه او الاستراتيجيه اللي وضعتها مصر 2030، وهل هي صالحه فعلا للتطبيق، وملاحظات الخبراء في المجالات المختلفه في الصحه وفي التعليم وفي البيئه وفي الثقافه، يعني ومشاركه المجتمع المدني زي النقابات المهنيه، نقابه الاطباء تشارك موضوع الصحه، نقابه المهندسين تشارك في سياسه الاسكان والتنميه العمرانيه، يعني هل الوقت ما زال صالحا او في وقت كافي لمناقشه مثل هذا الموضوع المهم؟ وانا رايي في كثير من الملاحظات حوالين الاستراتيجيه اللي وضعتها مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع، لانه هي اختزال كبير جدا للاستراتيجيه اللي وضعها الامم المتحده، واللي فيها 17 هدف و169 غايه ووضع مؤشرات قياس كيف يتم تحقيق هذه الاهداف ال 17، وانه الخطه الاستراتيجيه اللي وضعتها مصر هي خطه محدوده جدا لاستنادت ثلاث محاور، منها التنميه الاقتصاديه ومنها التنميه الاجتماعيه ومنها البعد البيئي. يعني وحتى المحاور الداخليه بنتكلم 10 محاور، يعني لما تيجي تقارن حتى الاستراتيجيه المصريه برؤيه الامم المتحده، انا رايي هي ناقصه كتير جدا، وكمان فيها مبالغه في تحقيق المؤشرات الخاصه بالاستراتيجيه. يعني عايز يحقق انه معدل النمو يبقى من 4 يوصل 12% بحلول 2030، انه معدل البطاله انه يقلله لنسبه اكبر. يعني عندي هنا المؤشرات، انت بتتكلم عن انه النصيب الفرد من الناتج الاجمالي حاليا 3436 دولار بحلول 2020 يبقى 4000 دولار، وبحلول 2030 يبقى 10000 دولار. معدل البطاله حاليا 12% وفقا للاحصائيات الحكوميه، انه يبقى 10% في 2020 و5% في 2030. يعني هل تحقيق هذه النسب يمكن ان يتحقق مع تبني هذه الاستراتيجيه؟ اللي انا رايي عيبها الرئيسي هو غياب كل القطاعات المجتمعيه من اول النقابات المهنيه للخبراء المستقلين في مناقشه كل هذه الاهداف، اللي سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى البيئي. المجتمع المصري بيئن في الحقيقه لاول مره منذ عقود في مساله غياب العداله الاجتماعيه. الطبقه الوسطى اللي هي كانت يعني لسه عندها امكانيه ان هي تعلم اولادها وتشتغل والى اخره، النهارده بتفقد هذه المكانه وتتراجع الى تنضم الى صفوف الفقراء في مجال التعليم والصحة. وضع المستشفيات الحكومية، هل القوانين الصادرة الخاصة بالتأمين الصحي وتطوير المستشفيات قادرة على إيجاد خدمة صحية حقيقية للفقراء؟ وده اللي قالت عليه استراتيجية الأمم المتحدة. هل التعليم بمسألة موضوع التابلت في أولى ثانوي وغيره والمسار اللي واخداه وزارة التعليم، هل بيحقق تعليم جيد للطلبة المصريين ويحقق نمو على المدى الطويل؟ واللي فيه ملاحظات كبيرة من خبراء التعليم والمنظمات النقابية التي تعمل في مجال التعليم بشكل مستقل، عندها كتير من الملاحظات حول هذا المسار. يعني انا رايي المقتل الرئيسي للاستراتيجيه المصريه في هذا الموضوع فكره انه ما فيش مشاركه، لا في مشاركه مجتمع مدني، رغم انه استراتيجيه مصر 2030 في البدايه انه في العالم كله بيتم النظر لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاهليه على انها شريك في تحقيق التنميه المستدامه، شريك مع الحكومه، لكن للاسف هنا العلاقه بين الحكومه ومنظمات المجتمع المدني يعني يمكن ان نسميها علاقه عداوه، علاقه عدم ثقه، علاقه تربص، فده بيحرم المجتمع من تحقيق هذه التنميه، وان يكون
الطرفين بتوع التحقيق هذه التنميه الحكومه والمجتمع المدني شغالين بنفس القوه ومع بعض مش خصوم. صحيح. اه طبعا يعني حاله عدم الثقه دي يعني مش جديده، هي من السبعينات والثمانينات لحد النهارده، بس هو المتغير الاساسي في المساله انه في حاله من عدم الرغبه في وجود اصلا مجتمع مدني فاعل ومستقل. يعني حتى المنظمات المصريه التي ما زالت تعمل زي المنظمه المصريه لحقوق الانسان والمنظمه العربيه وكثير من المنظمات النهارده مش قادره تشتغل بالشكل الكافي في اطار انه عندك ملاك قانوني هو يهمش دور هذه المنظمات. اه في تغيير لقانون الجمعيات الحالي، بس قدامنا وقت على بال ما نشوف هل هذا القانون الجديد اللي صدق عليه رئيس الجمهوريه منذ ايام سوف يغير المناخ. القضيه اللي اتكلم عنها الصحافه 173 لسنه 2011 واللي هي في الحقيقه ضربت اي مساحه للعمل الحقوقي المستقل في اطار الرقابه على الدوله والمشاركه في صنع القرار، وده على فكره ده هدف او فلسفه اساسيه من فلسفه السلجيه المصريه، ان هو بيتكلم في اول صفحه تمكين المجتمع المدني والبرلمان من متابعه ومراقبه تنفيذ الاستراتيجيه من خلال تحديد اهداف واضحه ومؤشرات. طب هل انت عندك فعلا المجتمع المدني قادر وانت سامح له بان هو يراقب هذه الاستراتيجيه والاهداف اللي انت حاططها والمؤشرات، ولا انت قضيت على كل المجتمع المدني من اول المنظمات غير الحكوميه وخاصه منظمات حقوق الانسان وباقي المنظمات العامله في التنميه؟ يعني كان عندها تحفظات على القانون 70 اللي اتلغى الفتره اللي فاتت، ودي خطوه ايجابيه واتعمل قانون جديد. هل انت مرحب اصلا بدور النقابات المهنيه؟ عندنا بقى اشوف شكاوي الكثيره من نقابه الاطباء ونقابه المهندسين ونقابه المعلمين وكل وحتى المهتمين بالشان النقابي سواء العمالي او المهني. قانون المعاشات اللي صدر اخيرا وقانون التامين الصحي قبليه، هل الدوله بتاخد وجهات نظر هؤلاء الخبراء المستقلين فحتى السياسه الاقتصاديه التي تتبعها في مساله موضوع الاقتراض النهارده لديون مصر وصلت فيه 106 مليار دولار في، وده احصائيه من, من 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 ايام. يعني هل هذا المسار الاقتصادي والاجتماعي اللي تتبعه الدوله بنهج منفرد هل يقدر يحقق هذه الاستراتيجيه؟ انا في تقديري صعب. يعني حتى كل المؤشرات اللي موجوده في استراتيجيه مصر استراتيجيات مبالغ فيها، محتاجه تعاون كبير من المنظمات المحليه، محتاجه مسار مختلف. يعني حتى المشاريع اللي بتقوم بها الدوله واللي في مثلا في مجال التنميه الاقتصاديه في 66 مشروع الاستراتيجيه بتتكلم عنها من اول بقى تنميه قناه السويس وسيناء وكثير من المشاريع اللي هي عناوين صغيره جدا ومشاريع مجتزئه في قطاع بعينه، لكن حتى هذه المشاريع النهارده في خلاف عليها. يعني فكره الاولويات نفسها، الاولويات الاقتصاديه، هل تعمل مجتمعات عمرانيه في العاصمه الاداريه الجديده والعالمين؟ هل هذه المجتمعات او العاصمه الجديده والمجتمع اخر عمراني اللي الدوله الوزاره بتروح تنعقد في العالمين، هل تقدر تحقق فعلا تنميه اقتصاديه؟ ويعني في جزء من اداره الموارد حتى بيتم في هذين المشروعين بالتحديد اللي عليهم ملاحظات كبيره من مهندسين وخبراء وصناعيين. انت النهارده وحتى فكره تنميه الساحل الشمالي نفسها اللي هي كان بدات من ايام الثمانينات من ايام الرئيس مبارك عليها ملاحظات، انت بتهدر اموال كبيره في انشاء مدن ضخمه ومساكن لا يستفيد بها المصريين الا لمده 3 شهور خلال شهور الصيف مثلا، تمام؟ فانت يعني انا ملاحظتي الرئيسيه عدم مشاركه القطاعات المجتمع المدني ولا النقابات المهنيه ولا اي شكل مجتمعي في الحقيقه بنشوفه، في استبعاد لكافه كل وجهات النظر المستقله وخاصه في ال4 سنوات الماضيه، ما فيش اي استعانه باي خبراء ولا دراسه جدوى، حتى فكره دراسه الجدوى نفسها ما هياش مرحب بيها ضمن اليات الحكومه والنظام السياسي. فيعني دي ملاحظات مهمه يجب ان ياخذها المؤتمر المجلس القومي في الاعتبار، يناقش اوراق حقيقيه وتقييم هذه الاستراتيجيه خلال الفتره اللي فاتت، هل هي تؤدي فعلا لتحقيق التنميه زي ما احنا يعني عايزين ونسبه الفقر تقل ومحاربه الجوع وتعليم جيد وصحه وميه وصرف صحي والى اخره، ولا مش هتؤدي؟ ده مش هيجي الا من خلال المؤتمر المجلس القادم وبعديه كمان، مش بس اليومين بتوع مؤتمر المجلس اللي ممكن يبقوا وقت غير كافي مناقشه كل هذه التصورات. لا، انت المفروض تقعد مع كل ممثلي النقابات المهنيه تاخد وجهات نظرها تقراها، المجلس يقدر يستفيد بوضع ورقه متكامله يبعتها لصانع القرار لرئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء.
انت في مصر عندك مشكله كمان في الحقيقه، انه مع حتى الاستراتيجيه لما بتتكلم انه البرلمان يراقب، طب برلمان ايه اللي يراقب؟ يعني هو البرلمان اصلا بقى برلمان مصنوع وبيدعم سياسات السلطه التنفيذيه، لا يناقش، ما فيش طلبات احاطه، ما فيش استجوابات حتى الان، لا يوجد اي استجواب طيب لاي خلينا ننتقل سياسه خطوة حكوميه الى الامام استاذ شريف، ونروح لملف اخر مهم، هو ملف المراجعه الدوريه لملف مصر في حقوق الانسان، واللي مرتقب يعني خلال اشهر وربما اسابيع قليله. متوقع ان تمر هذه المراجعه ازاي؟ الحكومه مقدمه تقرير، المجلس القومي لحقوق الانسان مقدم تقرير، المنظمات المستقلة مقدمة تقرير، تفتكر الأمور هتمشي إزاي في هذه المراجعة؟ شوف، أنا حضرت في 2014 المراجعة الدولية لملف مصر السابق، كان في 273 توصية للحكومة المصرية. الحكومة المصرية قالت إن هي هتنفذ جزء كبير من هذه التوصيات، أظن يوصل ل 210 يمكن، وتحفظت على عدد آخر من التوصيات ورفضت بعض التوصيات الأخرى اللي ممكن توصل من ل 20 توصية تقريبا. كتير من التوصيات حتى اللي وافقت عليها الحكومه المصريه، وده يعني في بدايه المراجعه الدوريه نفسها هيشوف انه هل الحكومه المصريه نفذت التوصيات اللي هي وافقت عليها ولا لا، يعني من اول بقى الحق في التجمع السلمي والحق في التظاهر والحق في المشاركه السياسيه. المجتمع المدني مقدم تقرير موازي لتقرير الحكومه المصريه، الحكومه المصريه قالت احنا عملنا كذا 1 2 3 4 5. المجتمع المدني المشارك بعدد من التقارير الموازيه بعت فعلا تقرير في شهر مارس الماضي، واحنا مشاركين ضمن احد هذه التقارير، وقال ملاحظاته على كل الاربع سنين اللي فاتوا انه في حاجات ما تمش الالتزام بتنفيذها، وانا رايي اغلب التوصيات اللي التزمت بها الحكومه المصريه لم تنفذها، في تحايل حتى في مساله التنفيذ، التعامل مع مشروع حقوق الانسان، الحق في التظاهر، قانون التظاهر المحتاج للتغيير لانه في الحقيقه بيضرب اي فكره للتجمع السلمي او او او, أو الناس تعبر عن رايها في اطار تجمع سلمي عن طريق الاخطار، وشفنا عشرات ومئات الاحكام اللي صدرت في الفتره الاخيره في موضوع التظاهر السلمي، حريه الراي والتعبير وفكره السيطره على الاعلام وحبس الصحفيين وحجب المواقع الصحفيه، الحق في العمل، فكره القانون المنظمات النقابيه الاخير، في استجابه جزئيه عشان ضغوط منظمه العمل الدوليه، بس اقصد اقول لك انه 2018 اكيد هيبقى في متابعه لمدى ما نفذته الحكومه المصريه من توصيات، وفي الحقيقه هيبقى انا في تقديري هيبقى التقييم سلبي بشكل كبير لهذه التوصيات. يعني لو قلت نسبه التنفيذ اصلا انا لن تتعدى يعني من 2 ل 5% من هذه التوصيات، بل بالعكس يعني باستثناء قانون الجمعيه، قانون الجمعيه كان حاله مختلفه وكان فيه ملاحظات كبيره عليه من المنظمات الدوليه والمحليه، تغير بشكل اكبر انما ما هواش الشكل المثالي، ما زال التعامل مع الحقوقيين وحاله عدم الثقه مع المنظمات الحقوقيه سواء خارج مصر او داخل مصر في مناخ مقيد، لسه ما زال من ذا ايام تم القبض على الاستاذ منال الطيبي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وتم يعني اخلاء سبيلها في نفس اليوم انه في قضيه هو فيها نوع من المراجعه. استاذ شريف بتيجي انت بتتكلم عن ما بين 2014 و2019، ربما هم يعني اصعب 3 سنين كانوا على حاله حقوق الانسان في مصر وعلى المنظمات، منظمات المجتمع المدني العامله في مصر، انه تيجي المراجعه بعد هذه الفتره العصيبه ده هيؤدي لايه؟ وايه اصلا اللي قد يترتب عليها؟ يعني لو ثبت للمراجعين ان مصر لم تلتزم بملفها او لم تلتزم بتعهداتها في هذا المجال، ايه اللي ممكن يترتب على ده؟ شوف، هو مجلس حقوق الانسان برضو عشان ما لغش هو دوره مهم في اطار التوعيه والتثقيف وانه الضغط المعنوي على الحكومات المختلفه في تنفيذ التوصيات، لكن في الاخر هو مجلس يمثل الحكومات، وهناك يعني نوع من الحوارات المتبادله ما بين الحكومات ونوع من الصفقات السياسيه حتى في الانتخاب، حتى في انتخابات اعضاء مجلس حقوق الانسان وفي التوصيات نفسها، يعني حتى مش كل التوصيات اللي اتقدمت في سنه 2014 هي توصيات ناقده لمسلك الحكومه المصريه، لا، في حاجات بتقول انه والله احنا بنشيد بالدور اللي بتقوم به الحكومه المصريه في كذا وكذا وكذا، وفي يعني اكثر التوصيات الناقده جت من حكومات الدول الاوروبيه في اطار التزام مصر بحقوق الانسان، لكن كتير من الدول العربيه كان يعني نوع من تحصيل الحاصل، يعني ان احنا بنشيد وشايفين انه في تقدم وبس عايزين يعني يبقى في تقدم زياده مثلا في مجال حقوق المراه والى اخره، لكن ما تقدرش تقول انه المجلس هي
يعني هيقوم بدور عقابي على الحكومة المصرية. يعني في الآخر هو ممكن حسب المناقشات الخاصة بالممثلين الحكومات، وممكن يبقى في إطار من توجيه هذه الحكومات للحكومة المصرية، طب لا احنا عايزين تنفيذ أكتر للتوصيات، والتوصيات الجديدة اللي هتقدم في 2018 تتقدم أو في 2019، وكمان أخذ دور أو رأي المجتمع المدني والتعامل مع المنظمات الحقوقية، أنه رأي أسوأ ملف في الحقيقة في التعامل مع ناشطين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة، والتعاون مع المجتمع المدني الفاعل. يعني الحكومة المصرية تريد مجتمع مدني قاصر على فكرة التنمية فقط، والتنمية طبعا هي مهمة، لكن التنمية ضمن السياسات التي تضعها الحكومة، فبالتالي أنت بتستبعد أي أغراض أخرى بما فيها بقى التوعية القانونية والدستورية والدفاع عن حقوق الإنسان، اللي هو يعني ركن أساسي أصلا في استراتيجية الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللي هو برضو الرؤية اللي عملها الأمم المتحدة بتتكلم أنه ما ينفعش تعمل استراتيجية في 2030 إلا استنادا على القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا إعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين اللي أنت وقعت عليهم واحترام دور المجتمع المدني، اللي هو مش موجود بقى على المستوى التطبيقي في المسار المصري. فإذا كنت أنت عايز فعلا تبدا تحقق جزء من التوصيات بتاعت المراجعه الدوريه في 2014، ما بالك بقى بالتوصيات الجديده الحكومات هتقدمها لك في 2019، فلا لازم تغيير في الحياة، لازم يبقى فيه الناس تشوف انه فيه التزام حقيقي برؤيه ما من الحكومه المصريه وصانع القرار المصري بفكره ملف حقوق الانسان. لكن كل ما يشاهد هو انه ده ملف ملوش اولويه، انه احنا عندنا التنميه، ريت احنا محققين تنميه حتى، يعني فكره التنميه مقابل الحريات، ودي كانت فكره موجوده في الستينات، ماشي، انه الناس يبقى عندها خدمات وعندها تنميه وعمال وفلاحين وتعليم وصحه جيده وباسعار محدوده جدا واسعار لا وجود لها اصلا، وانت مقابل انه ما بيبقاش في حريات سياسيه. لا، النهارده المعادله دي حتى مش موجوده، لا انت ما فيش مشاركه سياسيه اصلا، وما فيش خدمات وما فيش تنميه. يعني النهارده شوف حجم الشكوى من الطبقه الوسطى اللي هي الطبقه الاساسيه في المجتمع المصري، واللي تدهورت في الحقيقه والتحقت بصفوف الفقراء في الحقيقه، ده يقول التنمية في توجه سلبي ما هوش توجه إيجابي. وصلت الصورة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. الشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. غدا بإذن الله حلقة جديدة من بتوقيت مصر. نترككم بخير ونراكم غدا بإذن الله بخير.